هم ما شاء الله محترفين بالرسم. لغة الإشارة لغة مهمة. أول بداية افتتاح المركز لجمعية أنوار الفلوجة رعاية الصم والبكم سنة 2007. كان الهدف من إنشاء جمعية الصم والبكوم إنه هو كان موجود أعداد هائلة داخل مدينة الفلوجة من شباب وبنات بصم والبكوم يفتقرون إلى التعليم غير المتعلمين، وذلك لا توجد كانت مدرسة خاصة حكومية للصم والبكوم، فأخذت على عاتقي فتح جمعية خاصة للصم والبكوم، وكما ترون الآن يزداد المقبلين على الجمعية من شباب بنات كبار السن أطفال، أخذت على عاتقهم تعليمهم كشباب وبنات وأيضا ولد. أول شيء أنه تكثر عندهم الثقافة التعليمية، وأحنا عندنا أيضا كل خميس يجون رجال وشباب من الصوم كبار السن أيضا يتعلمون دورات بلغة الإشارة محو أمية، تعليم مجاني بالدين والثقافي. الشباب اللي يجون حاليا يرتادون هذه الجمعية الدورات يوم الخميس والسبت للنساء تكون مجانية بشكل مجاني للكبار. نعم. أما الأطفال يكون هناك دفع بس شيء رمزي لا تستفاد منه الجمعية. أما إذا كان هناك أيضا تصنيف من بعض الشرائح الموجودة فقراء أيتام فنحن لا نأخذ أجور، تكون بشكل مجاني لهؤلاء الفئات. عندنا الحرف اليدوية اللي بيشتغلوها البنات إضافة إلى الرسم، شباب وبنات هم ما شاء الله محترفين بالرسم. عندنا شو اسمه فنانة هم فاقدة عينها وما شاء الله يعني أغلب الرسمات هي رسمتها هي وأخوها تقريبا ما شاء الله رسامين، وإحنا هذا المعرض تمويل ذاتي وما عندنا دعم، يقدمون حرفهم نحاول نعرضها للبيع يكون دعم لهم. علاقة الوصل بيني وبينه هو كشخص أصم يجب أن أتعلم آني مثل ما أتعلم اللغة الإنجليزية، اللغة مثل نقول الإسبانية الإيطالية، آني على كشخص ناطق يجب أن أتعلم ولو شيء بسيط من لغة الإشارة. لغة الإشارة لغة مهمة، مجتمع الصم والبكم مجتمع مهم. حتى تفتح هذا مشروع وتكون أنه أنت تعلم صيانة أو تعلم حاسوب أو تعلم أي شيء خاص بمهنة يجب أن يكون لك دعم أو داعم مستمر. حاليا نفتقر إحنا إلى قلة الدعم لفتح دورات واستمرارية ديمومة العمل داخل هاي المقر الجمعي.